انت ما بصيتش وراك خالص ابدا. شوف انا باصص الكاميرا ازاي. مفيد فوزي غار من مين؟ من هيكل وموسى صبري واحمد رجب. من هيكل للصياغه الخرافيه في الكتابه. من موسى صبري لسرعه انتقاله لمواقع الاحداث بذهول. لأحمد رجب من البساطة المطلقة التي أغرت الشعب المصري أن يقرأه على قدر كلماته القليلة. الثلاثة كانوا نجوم عظام صحف نعم ورقية نعم يومية نعم. وحضرتك جاي من مجلة إصدار أسبوع نعم صح. إزاي نفست؟ أسماء كبيرة كانت لها طغيان خطير، فكنت أنا بغير وبأعلن غيرتي أنه يعني جيلي كنا بنتنافس. جيلي كان صلاح منتصر وأحمد بهجت، ده الجيل اللي احنا كنا فيه بنتنافس. لكن من المؤكد أن الأسماء الكبيرة دي كنا نطمح أن نكون مثلها. أنا كنت بشوف أنه هيكل أنا كنت بقلده في بداية العمر، واحمد بهاء الدين قال لي مفيش غير هيكل واحد ستوب. فشطبت على المقدمه اللي انا كاتبها بنفسي، وانا بذلت فيها 4 ساعات عشان اقلد هيكل. موسى صبري يا ربي مش معقول الحادث حصل، جاكرتا من موسى صبري، الخرطوم من موسى صبري، اول سفر امتى، عمل باسبوره امتى، مذهل. ولذلك انا لما جيت اشتغلت رئيس تحرير كنت بتحرك بشكل ضروري وثابت جدا انه مفيد فوزي. انا كنت وانا طفل صغير عندي 14 سنه كنت اكتب برلين من مفيد فوزي ولا ادري ايه. وانت كان اخرك شبرا برلين؟ اه طبعا انا اخري شبرا وترع البلقية يعني مش اكتر من كده. انما حققت المراد او حققت امنياتي. حصلت على أكثر مما حلمت؟ نعم. حصلت على أكثر مما تستحق؟ بوجود ضابط الكل. لاحظت إن أنا 6 7 مرات أقول لك ضابط الكل، لأن مشيئته إن أنا أقعد قدامك في هذه الجلسة ونتقاسمها بهذه الحلاوة وبهذا الإيقاع السريع وبطريقتك في التفصيص، كل ده مشيئة الله. الكاتب الكبير أستاذ محمد حسنين هيكل، نعم. هل أقول إن أنت من درويشه؟ نعم. اعتبرني إن أردت ذلك، إنما أنا ممكن أشيل كلمة درويشه وأكتب محلها محبيه. تلاميذه؟ محبيه. محبيه. نعم. أخطاؤه؟ أخطاؤه هي أخطاء هيكل، أخطاء من ارتبط بشدة بالنظام، بدليل إن أنا في نهاية حواري الذي أجريته معه وصار كتابا نشر في مجلة نص الدنيا التي كانت ترأسها العظيمة سناء البيسي، كتبت له خطاب طويل، قلت له هل كان عبد الناصر يعرف بمخازي المخابرات العامة؟ هل كان عبد الناصر على علم بما فعله بعض الضباط في حرب اليمن؟ هل كان عبد الناصر على علم بما حدث في الحراسات الخاصة والعامة؟ فكتب لي خطاب: عزيزي مفيد، نحن نحييك وأنا أعتبرك واحدا من ألمع نجوم الحوار، ولكن أنت أردت أن يكون الحوار إنسانيا، فلماذا لا نخصص وقتا آخر أحكي فيه عن السياسة، تكون أنت لاعبا ماهرا في الحوار فيه، وهناك من يحكم بيننا، ولكن لا داعي لهذه الخطابات الغريبة، كل منا يلقي بسهمه في حالة ضياعه.